السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب المرحلة الرابعة. اليوم عندنا المحاضرة الثانية، نكمل الـ Infectious Diseases، ناخذ الـ Laboratory Diagnosis of Sexually Transmitted Infections. الـ Sexually Transmitted Diseases related to the sex of the patient، يعني إذا كان man or woman. بالرغم من أن الـ Infections are common in both sexes like gonorrhea, syphilis and chlamydial infection، لكن هناك بعض الاختلافات يعني بخصوص the presenting symptoms، بالأعراض، signs، the site of infection، موقع الإصابة، and methods of specimens collection in this infection. ناخذ أول شيء genital infections and sexual transmitted diseases in women. عندنا أكثر من حالة ممكن تحدث لدى النساء. أول شيء عندنا acute vaginitis. الكوزاتيف ايجنت لها والترايكوموناس فاجينالس والكانديدا البيكنس. عندنا حالتين ضمن الاكيوت فاجينايتس تبعا للمسبب. اول شيء عندنا الترايكومونياسز اللي مثل ما ذكرت تسببها الترايكوموناس فاجينالس، بتحدث الالتهاب او الاصابه انفكشن باليوريثرا والفاجينا باليوروجينيتال تراكت. الحالة الثانية هي الفولفا فاجينال كانديدياسيس، المسبب لها الكانديدا البيكنس، طبعا سبب فاجينال ديسشارج، افرازات مهبلية، فضلا عن البين. الحالة الثانية عندنا البكتيريال فاجينوسيس بي في، ومرات بعض الاحيان يسموها الفاجينال بكتيريوسيس، لكن الاسم الشائع لها هو البكتيريال فاجينوسيس. المسببات لها اكثر من مسبب. أول شيء عندنا الغاردنريلا فاجينالس والأنيروبيك كوكاي، أنيروبيك فيبريوز، والميكوبلازما هومينس، إضافة إلى يعني أنواع أخرى which is present in 50% of the severe cases of bacterial vaginosis. الكلينيكال manifestations يعني symptoms والsigns تشمل discomfort and pungent odor. Discomfort يعني عدم ارتياح ورائحة لاذعة، فضلاً عن gray thin homogeneous discharge يكون مائل إلى اللون كأنه رصاصي. Characteristically the signs of inflammation are not present in the vaginal walls، يعني ما كوفد علامات التهابية على جدار الفاجينا بالرغم من وجود بعض الليكوسايت الخلايا الالتهابية ممكن تكون موجودة في هذا المكان. ما هي مسببات البكتيريال فاجينوسيس؟ كيف يحدث البكتيريال فاجينوسيس؟ الحقيقة هو change، تغيرات in the local in microflora، يعني تغير بالنبيت الطبيعي. كيف؟ أيضا overgrowth of one or more bacterial types، رح يتغير نوع المحتوى البكتيري الموجود في هذه المنطقة. هذا يعني بسبب اولا reduction or loss in lactobacillus اللي هو موجود بشكل طبيعي في الفاجينا، اما يعني تماما يفقد او تقل عدده اعداد هاي النوع من البكتيريا اللي هي موجوده بشكل طبيعي وتحفظ البي اتش للفاجينا بشكل يكون slightly acidic، او ممكن يكون reduction or loss of peroxide producing bacterial strains، أنواع من البكتيريا تنتج peroxide اللي هو يكون مثل الدفاع أو حماية للفاجينا ضد البكتيريا الفاجينوسيس. إذا عندنا سببين، أما رح يقل أو تماما يعني ينعدم وجود اللاكتوباسيلس، وكذلك أيضا يقل أو ينعدم وجود أنواع من البكتيريا اللي تنتج البيروكسايد. إذا هذا اللي هو change اللي يحدث باللوكال مايكروفلورا نتيجة شنو؟ overgrowth of one or more bacterial types. عندنا أيضا بعض الحالات الأخرى مثل cervicitis with or without urethritis, uterine sepsis, toxic shock syndrome, genital ulceration, tuberculosis of uterus and viruses. بالنسبة للspecimen collection كيف تأخذ العينات؟ بالنسبة للفاجينا واليورثرا عادة تأخذ بالسواب. للسيرفكس اللي هو عنق الرحم منطقة تكون بالأمق، لهذا تنأخذ بطريقة معينة ولأجل تلافي حدوث contamination with vaginal flora.
لأجل عزل الهربس، مايكوبلازما and كلاميديا. الكلاميديا مثل ما تعرفون هي intracellular pathogen، يعني ما تقدر تعيش خارج الخلية، لهذا حتى يعني نحصل عليها أثناء جمع العينة لازم يكون removing أول شيء epithelial cells الموجودة بهاي المنطقة with swab، بعدين نأخذ العينة بشكل يعني carefully ونخليها بترانسبورت ميديا اللي هو سكروز بفر with antibiotic. الانتيبايوتيك اللي هي جنتامايسين، فانكومايسين، أنفوتيريسين بي لغرض القضاء على أنواع أخرى من البكتيريا اللي ممكن تكون ويا العينة لأجل الحصول على الكلاميديا. المايكروسكوبيك إكزامينيشن جدا مهم لأنه ممكن أشخص أكثر من مسبب بالفحص المجهري، عادة أما ويت فيلم أو جرام ستين فيلم، يعني سمير مصبغ وسمير غير مصبغ. بالنسبة للويت فيلم ممكن نفحص بالترايكوموناس اللي تكون عادة موتايل راوند شيب. أيضا ممكن نفحص أندر دارك فيلد مايكروسكوب خصوصا لأجل تشخيص التريبوني مابالليدم السبب السفلس. فلورسيد كونجوجيتيك مونوكلونال أنتيبوديز فور كلاميديا. الجرام ستين يعني التصبيغ ممكن نفحص بالكانديدياسيس نسب الكانديدا طبعا تكون بشكل جرام بوزيتيف ييست فورم. اهم شيء نشوف البادينج مالتها، ممكن ايضا في بعض الحالات يكون نشوف السودومايسيليوم بشكل خيوط and bacterial vaginitis. حالة البكتيريا vaginitis ممكن نشوف الجرام نيجاتيف باسيلاي مثل الغالبيوريلا vaginalis. The presence of a gram-negative diplococci intracellular almost diagnoses as gonorrhea. أيضا ممكن نشوف النيسيريا غونوري تحت المجهر بشكل واضح. حتى نسوي أو نجري عملية تشخيص للبكتيريا vaginitis عندنا أكثر من تيست، عادة يعني 3 إلى 4 من هاي الاختبارات. إذا كانت بوزيتيف إذا ممكن نشخص أنه البي في بوزيتيف. طبعا العينة تكون thin discharge thin homogeneous vaginal discharge vary from white to gray in color، تختلف بالنسبة للون. هاي أول شيء ماكروسكوبيكلي نلاحظ اللون. بعد ذلك ممكن نجري اختبار الوف تيست. وف تيست هو اختبار يجرى بوضع performed by adding a small amount of 10% potassium hydroxide solution على سلايد موضوع عليه طبعا previously العينة من discharge. إذا أنطت fishy odor يعني رائحة السمك إذا هذا ممكن نشخصه أنه positive bacterial vaginosis. النقطة الأخرى أو الاختبار الآخر هو loss of acidity. loss of acidity إحنا ذكرت قبل قليل إنها واحدة من مسببات البكتيريال vaginosis إنه يصير change بالمايكروفلورا. المايكروفلورا النبيت الطبيعي الموجود بشكل طبيعي يحافظ على حامضية الفاجينا، لكن معناها بالحالة الطبيعية المفروض الفاجينا تكون حامضية. pH of vagina fluid عادة يكون يعني بحدود 3.8 إلى 4.2 يعني بهالحوالي بهالبنج هذا، لكن من تنفقد هاي الحامضية راح يرتفع الـ pH. إذا loss of acidity واحدة من الاختبارات اللي ممكن نتأكد من وجود البكتيريال vaginosis من خلالها. إذا loss of acidity pH of vaginal fluid يكون أكثر من 4.5، ممكن باللتمس بيبر راح نلاحظ البي اتش ايش قد يصير انه يكون عالي، معناته اكو لوس اوف اسيديتي. هاي الاشاره الاخرى او الاختبار الثاني اللي ممكن ينطيني انديكيتر لوجود البكتيريال فاجينوسيس. الجرام ستين، الجرام ستين ممكن ايضا يعني نلاحظ من خلاله اذا اكو تغير بالمايكروفلورا او نوت. احنا عندنا مثلا ويف ديكريز ان لارج جرام بوزيتيف رولز اللي هي